مساء الخير مشاهدينا. رغم كل الهموم الإقليمية الاستراتيجية العابرة للتفاصيل، إلا أن اللبنانيين مشغولون اليوم ببعض التفاصيل المهمة أيضا ما يتعلق بالآلية الحكومية، آلية العمل الحكومي. متى تنضج؟ لماذا الخوف من الاستناد إلى الدستور، إلى المادة 65 منها؟ هل فعلا يتهم اليوم الفريق الحكومي، إن كان في رئيس الحكومة أو المؤسسات الأخرى، بأنهم يعملون على تثبيت الشغور الرئاسي؟ ما قاله الرئيس تمام سلام اليوم واضح وصريح، وبالتالي هو لن ينطلق في هذه الحكومة وفي هذا العمل إلا وفق التوافق الذي هو موجود أساسا بالمادة 65، ولكن هذا لا يعني الإجماع. ماذا حول هذا الموضوع؟ ماذا حول الآلية؟ حول آخر الاتصالات السياسية التي شهدتها الساعات الماضية؟ وهل ستبقى المؤسسات اللبنانية معلقة مشلولة مكبلة تحت عنوان أولوية انتخاب الرئيس رئيس الجمهورية؟ من يعطل انتخاب الرئيس إذن؟ في أي حال، حول هذا الملف وملفات أخرى تتعلق بالحوار السياسي الداخلي اللبناني، وتحديدا الحوار المسيحي الذي كاد أن يفك عقد انتخابات الرئاسة، ماذا حوله؟ ماذا حول مساره ومصيره؟ إضافة إلى أوضاع أخرى سوف نحاول الليلة مشاهدينا أن نطرحها، لا سيما أن ضيفينا هم دولة الرئيس إلي الفرزلي، الخبير المتعمق المستند الساعي العامل على خطة الحوار والالتزام بالدستور وكل هذه الأمور. أهلا بك دولة الرئيس. أهلا فيك. الأستاذ صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء، الصحفي العريق الغني عن التعريف أيضا. أهلا بك أستاذ صلاح، الداعي دوما والمحرض دوما على الحوار بكتاباتك، بجريدتك، بمقابلاتك، بكل لقاءاتك. دولة الرئيس، أولوية اللبنانيين اليوم هل فعلا هي فقط انتخابات وانتخاب رئيس الجمهورية؟ طب إذا ما في انتخاب لرئيس الجمهورية، يا دولة الرئيس، هل تبقى الحكومة معلقة؟ مجلس النواب معطل؟ المؤسسات لا تعمل؟ كيف بدنا نعيش؟ لا 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 لا, لا. وقت كانت رئاسة الجمهورية كنت عايش؟ أنت كنت تقول لا. أنا كنت تقول الوقع. ليش ما هالأحلى ورطت الوحلة؟ ليش هاي المشاكل عم تعيش اليوم؟ بلشت مع الفراغ أو قبل؟ يعني مش بالشغور الرئاسي. لا. قبل الشغور الرئاسي. خلص دولت الرئيس كمان بلشت برئاسة بعاد الرئيس بشيء إسلامي. بلشت قبل. وقبل؟ طبعاً قبل. وقبل كان في رؤساء. كمان كان في رؤساء. إيه طبعاً. يعني ما إله علاقة بالشغور. كان في رؤساء وكان في رؤساء وزارة. صحيح. لا لك شغلي يا استاذ، بساعة البدنة منستحضر الدستور، بساعة البدنة منغيب الدستور. ما هو قبل الدستور في بلد مثل لبنان في مكونات طائفية وطوائف، ويجب الاعتراف بهذه الحقيقة. فلسفة الوثاق ميثاقية الوثاقية هي تأتي قبل الدستور. وكل عمل تقوم فيه على المستوى السياسي المؤسسات الدستوري لا يستحضر المسألة الميثاقية هو باطل حكما، ولا يستطيع أن يشق طريقه حتى ضمن المؤسسات الدستورية. عظيم. هذا ما أثبتته التجربة ببلد مثل لبنان، قائم على توازن دقيق. إن وجد الميثاق فنوجد الدستور. مش إن وجد الدستور فنوجد الميثاق. والميثاق هو، والحالة الميثاقية في لبنان إنه المسألة رئاسة الجمهورية هي جزء من العملية الميثاقية. صحيح. طب أن يكون هناك رئيس، أن لا يكون هناك رئيس جمهورية هي حالة استثنائية. نعم. وليست حالة اللي هي القاعدة. صحيح. ولأنه حالة استثنائية، ثقافة أن الحكومة تقوم مجتمعة بإدارة البلد يجب أن تكون باعتبار أنه افترض المشترع أنه إذا بده يكون في فراغ بيكون لمدة وجيزة قصيرة سريعة، مش تمد والطول. طيب، لكي نمنع المد والطول
يجب أن تذهب بانتخاب رئيس. عظيم. مين مختلف اليوم معك؟ تك لا. في حدا بالبلد اليوم ما بده انتخاب رئيس؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. مش لا تقربوا الصلاة وتوقف. الحق عمين. الحق عمين يا دولة الرئيس. حق على الذي لا يعترف أن الميثاقية تكمن في إنتاج رئيس جمهورية يعكس إرادة المكون الذي ينتمي إليه فينتقل إلى رحاب الوطن. عظيم. تك تروي بلك لأنه هذا بيت القصيد. ناطرك. وأتجي أنت تخطف وتسرق، وأقول تسرق يعني بستعمل الكلمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تسرق التمثيل النيابي في المجلس النواب على قاعد عمل غير دستوري. نعم. فتغتصب الحقوق الدستورية للمسيحيين، فتستولد نواب من كنفك، فتمسك هذه الشريحة وتلك وتقول له اذهب وانتخب رئيس ولا أريده أن يكون ممثلا للشريحة الذي ينتمي إليها. تمثيل الوازن الصحيح. جيب رئيس، شغلة بسيطة، بخمس دقائق تنتخب رئيس. انتخب رئيس من الذي يمثلون هذا المكون. يعني أنت اليوم واضح. واضح. لذلك المعادلة بسيطة. كما أن رئيس مجلس النواب يمثل البيئة الذي ينتمي إليها تمثيلا لا لبس فيه ولا إبهام، وما العملية الانتخابية في مجلس النواب إلا عملية نظرية. وكما أن رئيس الوزراء يأتي ممثلا للبيئة الذي ينتميها، وإن لم يأتي ممثلا للبيئة، ونحن كنا من أدنى تمثيل عندما أتى الرئيس نجيب مئاتي. نعم. خارج إطار وجود الرئيس سعد الحريري، أول شخص أدب. صحيح. لأنه لا يمثل البيئة. قالت له دار الإفتاء تعال هون. اجتمعوا وأنا معهم في الاجتماع. أقروا الثوابت الإسلامية، تحدثوا عن خصوصية الطائفة السياسية، قال له اذهب أنت وربك فقتلك. طيب كذلك رئاسة الجمهورية نفس الشيء. بدك اليوم أن تتكرر مأساة، وأقول مأساة، الاتيان برئيس مستولد مشلع بكنف هذا وذاك، ضعيف الإرادة، ضعيف الوجود، غير قادر أن يمارس ما تبقى له من صلاحيات في المجلس النيابي. هذا أمر لن نقبل به كمسيحيين وعلى رؤوس الأشهاد وعلنا، وليفهم الكبير والصغير. عظيم. القاسي والداني، الحاضر والغائب. استاذ إليه. لذلك عملية انتخاب الرئيس، صلي على النبي، عملية انتخاب الرئيس عملية بسيطة. توصل أنت بتأيد، تنتقي كما انتقيت رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. نعم. القادم والحالي، بتقول له شرف أنت رئيسا للجمهورية، فوت حكم وفقا لدستور الطائف. نعم. أي دستور المجلس، الدستور الموجود، وتحت سقفه ودون أي إزاحة عن بنوده وعلى هالأساس. برات الشيء حبيبي صفت مسخرة. عظيم. واستخفاف. عظيم. دولة الرئيس، حقوق المكون. أنا الذي سلمت معك جدل في هذا المكون، هل هو متفق مع نفسه يا دولة الرئيس؟ حكيت عن دار الفتوى. دار الفتوى عملت اجتماع. استاذ صلاح بس سؤال ورح نكمل معك. هل دار الفتوى عندما أقامت هذا الاجتماع كانت بتستند إلى تشتيت تشتت؟ أنا مع الاجتماع. المشكلة عند المسيحيين اليوم. أنا مع لا مش عند مين لك؟ لا لا. صار في تفاهم مسيحي لا مسيحي والآخرين الكتل. أنت فزيت عن كلمة، فزيت عن نقطة أساسية. ما أنت ليك وأتزيدوا عدد مجلس النواب، وهذا الشيء عم تحكي معي، من 100 لـ128 وين اندسوا النواب المسيحيين؟ وين حطيتهم؟ مش بتضل مسيطر عليهم بالكتل؟ خلي حدا يقول لا بلبنان. يعني انت خلي زعيم بلبنان يرفع اصبعه يقول لا. انت عم ترجع بدنا نغير قانون انتخابات. تكي لا بديش غير شيء. لكن كيف بدك تجيب اي مرحلة صارت بتضل الرعاية السورية، ولكن النخب الاسلامية كانت يوافع عليها وهي تعمل في سبيل. والنخب المسيحية لا 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 مش النخب المسيحية كانوا اللي كانوا بالسلطة كانوا وافين عليها يا سيدي، وانا منهم. ولكن يجب أن نعترف. إجت 2005 فيما سمي معركة الاستقلال الوطني. جيت ها شو صار؟ جيت أنتجت واقع قانون انتخاب المناقض للدستور
الذي تعمل به شو بيحمل بطياته؟ بيحمل بطياته استلاب النواب بكنف هذه القيادة. قانون غزة كنعان كان 2005، قانون الزعامات الإسلامية التي طبع عليها وأوصى وختمها غزة كنعان. وإذا غزة كنعان الله يرحمه مات، عايزين نحكي مرحلة مرحلة إدارة سورية، لا نحكي إدارة سورية وإدارة النخب الإسلامية كما يقول الاستجهاد الزاي بما قالوا، التي لم تستطع، اللي كان كل همها نظرت للواقع المسيحي أنه تفليسة يجب أن نفكر بكيفية توزيع إرثة على مختلف الكيانات. وضحت الفكرة دولة الرئيس أساس ضاربة بعرض الحائط بكل من اعتبر نفسه مسيحي وطني، قاتل في صفوف هذا الخط العريض لإسقاط نظام المارونية السياسية، فأتوا لكي يغتصبوا حقوق الدستورية. إجت 2005 إجوا المسيحيين قالوا لك إرادتنا بهذا التمثيل، شرف مثلنا اليوم. أستاذ صلاح رفضتوا أنت، أستاذ صلاح رفضتوا. عم بيقول لك اليوم المشكلة ليش رئاسة الجمهورية ما رح تكون شأنا مثل شأن رئاسة مجلس النواب، رئاسة الحكومة، الإنتاج الذي يعبر عن واقع المكون المسيحي اليوم. يعني مسألة الآلية التعامل الحكومي هذه تفصيل في مسألة أكبر، انتخاب الرئيس. شو رأيك بكلام دولة الرئيس؟ يعني ما في شك أن دولة الرئيس الفرزلي استاذنا بالسياسة وبالتنظير والتحليل يعني معي أولا، بس أنا الحقيقة عندي تعليق عن نقطتين أساسيتين، أنه الدستور بين الدستور والميثاق. الدستور هو الذي يكونن بنود الميثاق، ودستورنا الحالي هو الذي كوننا بنود ميثاق الطائف. نعم هيك دولة الرئيس، وبالتالي ما في تناقض او تعارض بين الدستور والميثاق لا بالمضمون ولا بالهدف اللي من اجله وضع هذا الدستور او وضع هذا الميثاق. النقطه الثانيه، دولة الرئيس عم يتجاهل شغله اساسيه، انه مزبوط رئيس مجلس النواب هو ابن بيئته والأقوى ببيئته ورئيس الحكومة كذلك، ولكن عم يتجاهل انه في اجماع شيعي على رئيس مجلس النواب، في اجماع سني على رئيس الحكومة، وليس هناك اجماعا على زعامة مسيحية يعني واحدة. المشكلة عند المسيحيين اليوم عند التفاهم، هذا طرحنا السؤال. اكيد نحن شايفين المشكلة عند القيادات السياسية المارونية بالذات، لانه ما في اجماع لا على زعامة مارونية واحدة، ولا في هناك توافق انه فليكن في زعيمين او في شخصين او مرشحين لرئاسة الجمهورية، وتفضلوا على المجلس النواب. عم يعملوا وفاق وعم يعملوا حوار، نطلن بجبهة لا هيدي قصة تاني، هيدي قصة تاني هلا بنحكي فيها. لا هيدي قصة تاني الى بحث يختلف، بس انا عم بحكي عن نقاط اللي طرحها دولة الرئيس. من هون انا بقول شغلي، يعني اليوم ومبح صوت الرئيس نبيه بري والقيادات الإسلامية إنه يا جماعة اتفقوا على مرشح وخلونا اختبرونا إذا نمشي بهذا المرشح أو لا، ما هيك ولا لا؟ صحيح. من أيام الاجتماعات اللي كانت عم تصير بكركي بين القيادات المارونية الأربعة الأساسية، الرئيس بكرة الرئيس بري قال بعمل بالدوزر وبمشي تماما، ولكن وين هذا الاتفاق؟ كلنا بنعرف إنه الحوار مع بين التيار العوني وتيار المستقبل وقف وين؟ انه الرئيس سعد الحريري ما بده هو يوقف بمحل يقال عنه انه رجح كفة مرشح معين لرئاسة الجمهورية، حتى لا يقال انه المسلمين اختاروا رئيس جمهورية. ونفس الشيء عم بيكون مع الرئيس نبيه بري والقيادات الإسلامية. الحل اذا الحل، انا كنا وما زلنا نقول مؤتمر مسيحي عام ببكركي يتولى ترشيح او التوافق على مرشح او مرشحين مارونيين رئيس الجمهورية، وليضعوا شركائهم بالوطن على مسؤوليتهم. طرح مثل هيدا طرح منتج فعال عملي واقعي، بلش حوار اثنين وثلاثة، كلمة حق. نعم، ولكن بس ما يرد يا الله، لا نفس الصلاح ما بيقصد فيها الله، ولكن هي في طبيعتها تؤدي الى ما ليس له واقع. اولا الدستور نظم الميثاق، نظم فلسفة الحياة المشترك، صحيح، لذلك نحن نطالب بالالتزام فيه. لماذا لم يتم الالتزام فيه بإيجاد قانون انتخاب يعكس إرادة الدستور؟ فلسفة الدستور كلها قامت
بالطائف، عم بحكيك صحيح عن معرفي مش شنو أبا، قامت على أساس على أنقاض قانون الستين. أنتوا أول من خرجتوا نحو اللقاء الأرثوذكسي بأنون الأرثوذكسي يا دكتور رئيس، أنت عربوا أنت أبو لهذا اللقاء، وأنا لا أزال مقتنع في قناعتي. يعني أنت أول من خرج الأسباب الموجبة صحيح. خرجت من شو؟ من اللقاء، من عفوا من واقع الدستور اللبناني الطائف بخصوص قانون الانتخابات. لا لا شو بتحكي كلام غير دستوري. كيف كلام غير دستوري؟ الطائف بيحكي بأنون الأرثوذكسي. إيش هو شيء رجاوبك كلام حتى تكون واضحة القصة حبيبي. طائف شو بيقول؟ طائف بيقول أن ينتج النواب السنة والشيعة والدروس نوابه بالنسبة 99%، وتجي لعند المسيحيين تقضي علي هون. الطائف هيك بيقول؟ طائف بيقول تكي استاذنا الكريم أنا ما قطشت، يلا حوار مفتوح لك. طائف بيقول هذه الطوائف لابد من إيجاد القانون الذي تستطيع من خلاله أن تمثل تمثيل سليم. القانون المعمول به لا يمثل الطائفة المسيحية تمثيل سليم. أنت قضيت على هذا التمثيل، شو بتقوله معلق؟ بتقوله روحوا اتفقوا وقرار نصله كتر بيع نوابهم بإيدك. إذا اتفق اليوم تكتلات الأساسية القيادات المسيحية المارونية الأربعة قرارهم بإيدهم، مش بإيد لا الرئيس سعد الحريري ولا الرئيس بري ولا السيد حسن نصر الله ولا حدا تاني. قرار الأربعة بإيد مين دولة؟ يا رجل روّي بلك هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل العبنيات. في حوار داير بين العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع اللي هني بمسلوب نتيجة إرادة مسيحية كاسحة ماسحة تقول اذهبوا باتجاه الاتفاق. نعم. وبمثلوا 90-95% من البيئة المسيحية. اللي بيقول لا يرفع أصبعه ينزلوا على الساحة. ليش خايفينوا هالذعر من اتفاقهم؟ في رئيس جميل بيمثل كمان. ما بعرف قديش بيمثل، بس أنا بعرف هذا تمثيل وزن وتمثيل حقيقي وتقيل. بتروح تعمل اتفاق صارون شهر، ليش أبقبوا علي الاتفاق وانصرتوا بالاتفاق؟ لأنه ما وصل رئيس بالإنجل. حكومي لا يألف حكومي قعد سنة قعد سنة. اوعى حدا يجيب سيري انه اوعى عيب تقول قد انت بده يخلص. اما هلأ لأنه في إمكانية اتفاق مسيحي مسيحي، ما نبلش نقيم الدنيا ونحرك الناس اللي بيتلولنا والفزعانين والمذعورين والمسعورين من إمكانية الاتفاق ليثوروا على هذا الواقع. لا إلا شغل. ليش نعذب حالنا بالحكي وما تخمن أنه رح يذهنوا الناس ويتثقفوا على أساس تاني الرأي العام المسيحي بالتحديد مع وجهة النظر الأبوي مع الحوار ومع وجهة النظر اللي بقوله حرفيا. وأنا أتحدى هاتين الزعمتين المارونيتين ميشيل عون مع احترام مع حفظ الألقاب، العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع، خلي حدا يخرج عن هذا القاب. أنا هلأ مش هون أنا بحكيك من التلفزيون صحيح، أنا أتحدى أن يتحمل أحد المسؤوليات فشل هذا الحوار. الحوار مطلوب أن ينجح يعني وسينجح. أتحدى وسينجح. مش المشكلة بالمفاوض إبراهيم كنعان. أنا أتحدى شباب هذه تفاصيل ما بتقول فيها. إبراهيم كنعان ممتاز وبيقوم بدوره على أكبر وجه. بركي سؤال. ممتاز جدا جدا وهو خير من يقوم بهذا العمل. نعم. أنا أتحدى أن يتحمل أحدهما مسؤولية تفشيل هذا الحوار. بس صلاح كيف نقطة خليني وتشغلي بس بشكل صريح وواضح، الحوار موجود عند قطبين أساسيين، طولوا بالكم شوي لينتج هذا الحوار واضح وصريح جلي الموضوع. على شو الاعتراض؟ على شو الأسئلة؟ على شو الالتفاف من هون ومن هون عند الكل في لبنان؟ كمين أنا بدور على شغلتين هوني اللي قالهم دولة الرئيس بانتخابات 2009 مين كان عم بيطالب بتطبيق القانون الستين؟ دولة الرئيس بتتذكر يمكن الخروج معي. من قانون الألفين هو مسيحي الخروج من تصغير الدائرة الانتخابية تحت شعار تصغير الدائرة الانتخابية معي وانه خلونا حتى يتاح للمسيحيين لا كان هذا الشعار الخروج من المحافظة الى القضاء. لن استعمل التعبير الدقيق صغرت بشر الكورة أشرفية جزين أربعة
رموز قرى كانوا ايضا ممسوحين ومستتبعين. مش تم هذا القانون 2060 لانه انت كنت راي على القانون معطوف على قانون 2000 لو بدها تصير الانتخاب بين السيء والأسوأ تم اختيار السيء مش ولكن انا ما بقيسها شو مين اختاروا مين طالبوا مين مش طالبوا نحن عم نقول بقيسها للدستور استاذ صحيح 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 نفذ الدستور انت بتقول انا بدي الطائف بقول لك روح نفذ الدستور انا بدي الطائف لانك اذا ما نفذته بهاي طائف كله معروض عن النقاش يعني بالنتيجة قانون الستين كان تلبية لمطالب الكيادات المسيحية معي طبعا. ومع ذلك جينا عم نقول هلا انه بعضهم المسلمين عم ينتخبوا النواب المسيحية تطبيق القانون واحد. الذي زور على تزوير قانون الستين حبيبنا ولو ما انا عايشها شو مني ايه ما انت سنة 1992 طبق الستين بتشوهات 2096 الستين بتشوهات 2000 العمل قانون اللي اسميته انت قانون غازي كنعان واللي هو قانون الطبقة السياسية اللبنانية بامتياز قانون طبعا خلني عايش تفاصيله وما حدا بيقول لي طيب اجى ب 2005 حافظوا على هذا القانون اجت سنة 2009 طيب المتوفر اعادة انتاج الواقع الذي كان قائم سنة 92 مع إزالة الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب لأنه كان الجنوب دائرة واحدة شرفوا عملوا انتخابات تم تحرير هالخمس تحرير تم إعطاء حرية هؤلاء المدن الرموز احترام خصوصيات هذه المدن بقي إنه هذا المجلس النيابي 2009 كانت وجباته يروح لإنتاج قانون انتخاب يأخذ بعين الاعتبار الدرسور وشينا قلنا له نحن بدنا الأسباب الموجبة تبع الأرثوذكسي أي قانون بتعمله طبق فيه الأسباب الموجبة نعتبر وصلت نحونا حتى هاي ما عملها مدد لحاله أول مرة لما ينتج قانون ليضل مسيطر على النواب ويضل مانع انتخاب رئيس جمهورية إلا ما رقبته بإيدهم ومنع وعد أجرى التمديد الثاني أيضا للحفاظ على نفس المعطى ولا تزيد أنت أمام هذا المعطى قدام هالواقع استاذ صلاح يا بدك تروح على موقف جدي لجهة تطبيق الدستور والاعتراف بإعادة تصحيح صورة العلاقة التشاركية بين المكونات الطائفية طبعا مش على قاعدة قانون أرثوذكسي يعني أكيد لأنه قانون أرثوذكسي ما له علاقة بالدستور أقول لك القانون الأرثوذكسي ليس قانون نص تقني هذا دكتور سمير جعجع تنصل منه شو بدي إذا تنصل دكتور أنا مش متنصل شو هو المعيار المسيحي بلبنان أنا مش متنصل جزء أساسي أنا مش متنصل من الحوار هو يمثل قانون يمثل شريحة طبعا وتمثيل وزن طبعا طبعا عم بحكي استراتيجية عم بحكي تكتيكا طبي أنا اللي أقول لك إياه الأسباب القانون الأرثوذكسي هو أسباب موجبة هو مش نص تقني هو أسباب موجبة ورح ترجع له تذكر كلامي ها تظهر تطورات المنطقة الجاي رح ترجع له سجل عندك تظهر تطورات المنطقة الجاي رح ترجع له هذا النص بدي الأسباب الموجبة بديش النص روح على الأسباب الموجبة لا يجوز أن يكون يا سيدي وثيقة الوثائق الوطني بتقول تمثيل المكونات بفعالية عظيم جيت أنت خصيت قانون الأرثوذكسي يعبر عن صلب ما أتى في الدستور للتمثيل المكونات أنا اقتنعت الأستاذ صلاح مش مقتنع كان ردة فعل يستفد كان ردة فعل روح عالج الفعل طيب عملت قانون انتخاب آخر وقلنا لك لا على كل حال هيدا الموضوع هيدا وضع اللي له علاقة بالوضع السياسي عام بالبلد ما بيتحملوا المسلمين مسؤوليته أولا وثانيا بالنتيجة الوضع السياسي ما عم يسمع انتاج انتخاب جديد وإلا ما أجلنا الانتخابات أول مرة وثاني مرة قبل التنبيه الأول يا أستاذ صلاح خليكم عادلين ما رح المسيحيين ما عادش بيقبلوا هالكلام هاو شركائكم هاو اخوتكم نحن من القتلنا بصفوفكم لإسقاط نظام المارونية السياسية لا انت قلت الرئيس كفى هذا الموضوع عم بيروح نقاش محل تاني مش هذا الموضوع سيدي انا بقول لك في دستور يجب ان ينتج قانون انتخاب متوافق مع النص الدستور عظيم عمل لي اياه تمام المبدأ نحن معك ولكن هذا المبدأ
لا ينطبق على المشروع الارثوذكسي يا خي شو بدي بالأرثوذكسي ولا ينطبق وقد لا ينطبق على القانون الستين. بس خلينا نقول شغلي انه اليوم نحن ما قادرين الطبقة السياسية الحالية ما قادر تنتج شو قانون الانتخابات شو بتعمل ليش ما اكتفاني البلد عم يدفع الثمن ليش ما اكتفاني الثمن لا المسلم عم يدفع الثمن مثل المسيحي البلد عم يدفع الثمن مش طائفة معينة عم تدفع البلد هي التالي خلي فهم الرأي العام كمان خلي فهم الرأي العام قول واحد يعني هذا البلد هو بلدان لا اذا بدنا نحكي اذا هيك اذا بدنا نحكي نستحضر داعش ساعتها وبنقول انه فرد مره تجي داعش وتتميز بين اللبنانيين والغرب اللبنانيين يا اخي موجوده من مين موجوده داعش موجوده لا ما موجوده داعش لايك هذا البلد كيانات مذهبيه كل كيان له حدوده اعلامه ماليته مؤسساته ثقافته طقوسه علاقاته بالخارج وعلاقته بالخارج فيه حدد يقول لي لا بس التحالفات اليوم يا دولة الرئيس لا. بدي اسألك سؤال انا هم تسمح لي التحالفات السياسية اليوم العابرة بدنا نحكي صراحة اليوم يا دولة الرئيس عم تحكي عن حوار مسيحي اليوم في تفاهم مسيحي اكثر ما في تفاهم بالمكونات ان كان ب 14 او 8 العابره للطوائف والمذاهب اليوم ليش الدكتور سمير جعجع تنصل من الارثوذكسي وفي قوى اسلاميه مشت معك بالارثوذكسي وين في تقاوم لا لك انا ما مش ماني شايف اليوم في خلاف البعض بتذكر انه في مكونات مذهبيه بالبلد ايه بس اليوم التحالفات السياسيه اكبر بالقرار السياسي شو بدي بالتحالفات مين ماشي مع الجنرال عون اليوم بترشيحه شو بدي اوكي مش عابر للمذاهب هذا الكلام انت وين اخذت الحديث ام بشرح لك الواقع كما هو هلا بيتحالف المكون مع المكون المكون مع المكون موضوع اخر انا بدي وحده البلد انا بديش تقسيمه بس هذا الواقع انا ابدلك على الطريق حتى تطلع تروح وحده للبلد على كل حال باختصار نعم باختصار معادله بسيطه ومتواضعه استمرار الوضع على هذه الشاكله لا يمكن أن يتم القبول به المطلوب انتخاب رئيس جمهورية كومنبو موارد نعم إلا قهرا فليتم كل حادثة الحادثة بارع عند المكون السني بالعراق طلعت الصرخ قالوا إن هناك اعتداء على الحقوق السنية في العراق صح صحيح وقد يكون صحيح صحيح وهو صحيح مغتزلينهم شو عملوا عملوا ردة فعل أودت إلى ما أودت إليه الأكراد قالوا كذا عملوا ردة فعل أودت إلى ما أودت إليه نعم صح شو عم تخطط للداعش مسيحي لا خليني أسألك سؤال شو وين بدك توصلنا بده يمكن مش عم بدك توصلنا بزمن بده زمن الحماية هذا التصرف والإنعان فيه سيؤدي إلى هذا الموضوع هذا متمسك بهي يعني هون الدولة فليتم الخروج لا أستاذنا الكريم فليتم الخروج من هذه الممارسة وليذهبوا بقلب مفتوح للاعتراف بالشريك الوطني ساعتها فقط بتعيد توحيد البلد روح طبق الدستور استاذ صلاح هذا الكلام واضح وصريح في مسؤولية سياسية عند القوى اليوم بالانتخابات الرئاسية لو كان في اعتراف باللي كان عم يحكي فيه دولة الرئيس بالمكون بالتمثيل كما جرى مع الطوائف الأخرى كنا حلينا المشكلة كنا حلينا الأزمة كنا يعني كمان في مسؤولية ما فينا نتكلم خلينا نقول الأمور كما هي معلش يعني أنا اليوم عم بدي خالفه لدولة الرئيس بكتير من طروحاته عادة ديمقراطية متفق ببعض شغلات بس اليوم بدي خالفه بكتير من طروحاته أولا ما في نية إسلامية برئيس كومنبو أو أي رئيس لو كانوا المسلمين عم بيخططوا لمثل هذا الامر كانوا انتخبوا رئيس من اول اسبوع طب ليه ما مشي من الشهور ليه ما مشي بس بدي اقول ليش سعد الحريري للعماد ميشيل عمر بدي اقول ليش ما انا بدي نقول ليش حزب الله عم بياكد ليل نهار انه نحن ما رشحنا العماد ميشيل عون هيك الرئيس سعد الحريري فتح حوار طويل عريض مع التيار العوني وصلوا لمحل قال له فليكن في تأييد مسيحي لترشيحك ونحن معك نحن انا ما بدي يقال عني انه انا انت اللي رجحت كفة مرشح مسيحي حتى لا يقال انه اجى الرئيس الجمهوري باصوات المسلمين وعلنا صراحة يعني شوف في حرص اكتر من هاي على ترك المجال للطرف المسيحي ان يختار رئيسه او من يراه مناسبا لرئيس الجمهورية بالنسبة لموضوع الحوار يعني والرئيس نبيه قلنا شو بده تفاهم مسيحي واول واحد اعلن انه فليتفقوا نحن بنمشي بالموضوع
بالنسبة للحوار المسيحي المسيحي القوة التيار العوني، في مطالبة إسلامية وفي ارتياح إسلامي لهذا الحوار، لأنه على أمل أن ينتج هذا الحوار نواة توافق مسيحي تسهل عملية فك عقدة انتخابات الرئاسية. بس يبدو لأنه اليوم إذا المسلمون لحالهم بدهم يتصرفوا بالاستحقاق الرئاسي بقولوا فريق تتفرد ومش، بس في حرص أنه يكون في أخذ بالاعتبار هذه الإرادة المسيحية وهذا الخيار المسيحي. هلأ بتقلي الحوار بين القوات والتيار العوني بده وقت، مثل ما عم بقول دوت الرئيس ليش عم تستعجلوا عليه، طلع مقابله كتلة سياسية جبهة أو كتلة وزارية خلينا نسميها جبهة بعد مسيحية مقابله، من الطبيعي أي طرف مسيحي يحس حاله أنه مهمش أو ما عم يؤخذ رأيه بما يجري أو نكاية الآخرين، حتى لا بس بلشنا بالتهميش واللي عم بقول عنه دولة الرئيس انه عمل ردة فعل بالعراق هو التهميش، ما هيك؟ وهو كمان بالاوساط المسيحيه في اطراف مسيحيه عم تحس حالها في محاوله للتفرد بالقرار المسيحي وتهميشها فحاولت تعمل ردة فعل في هذا الاطار وفينا نقول لهم لا ليش عم تعملوا بعد الفاصل. اذا طلعوا بمجلس الوزراء طرحوا انه خلينا نعمل لجنه وزاريه نستبعد عنها المستقلين نستبعد عنها الطرف المسيحي، ما هيك؟ خد حل. تسمحوا لي بيخلص الحوار بين الدكتور جعجع والعماد دعوت بيتفقوا لانه كانوا انه اكثر ناس انقسام عمود صحيحتهم بيروحوا لحوار مع الرئيس المسيحي. طيب تسمحوا لي بعد الفاصل نتابع هذا الموضوع. ما سماه الاستاذ صلاح سلام بارح بجريده اللواء اعاده التوازن الى الساحه المسيحيه. طيب محضرين بعد الفاصل التوازن يعني اعاده التناقض. طيب خلينا بعد الفاصل نشوف كيف وعلى كيف نستقر على هذا التناقض. عظيم. فليستمر التناقض في الساحه المسيحيه لنضر استبيحه استباحه كامله، هذا نتيجه بعد الفاصل والتفصيل ونحولهم الى ان يعيشوا. خلينا بعد الفاصل يلا بعد التفصيل دوت رئيس كمان يعيش في الحضيره بعد الفاصل نتابع. الدواء انعمل ليعتني بالصحة وحتى الصحة تضل بخير لازم الدواء يوصل لعندك بخير. من بداية انتاجه، شرعية استيراده، حسن شحنه مباشرة من المنتج، تخزينه وتوزيعه لعند ما يوصل لإيدين تحافظ على هالأمانة، نوضع ملصق هولوغرام تيضمن ويحدد هالسلسلة المتواصلة من المسؤوليات واللي بتحافظ على جودة وفعالية الدواء. وهالملصق بيضمن انه الدواء مستورد من قبل مؤسسات صيدلانية منتمية لنقابة مستوردي الأدوية بلبنان وبيحتوي على اسم المستورد واسم النقابة LPIA وشعاره من المنتج إلى المواطن. وجود ملصق هولوغرام النقابة ضمانة إضافية لأن أبدا الصحة مش لعبة. نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان من المنتج إلى المواطن. الديار غنية بالمعلومات والحقائق، اقرأها مرة تقرأها دائما. النائب هادي حبيش والكاتب والإعلامي عادل مالك ضيفا مختصر مفيد مع سعيد غريب الأربعاء 8:30 مساء على NBN. هذا البرنامج برعاية التطرف يتمدد والمواجهة تشتد، المخاطر تزداد ومنسوب القلق يرتفع. تحولات في كل الاتجاهات دون اتضاح لا في المسار ولا في المصير. وحده المشهد العربي بات واحدا.
من يحدد قواعد اللعبة، من يرسم حدود الكيانات والتحالفات والخصومات والمواجهات. المشهد العربي يستحضر الثوابت والمستجدات ويبحث عن الخلفيات. مشاهدينا اهلا بكم مجددا، نعود لمتابعه هذه الحلقه مع دوله الرئيس إلي الفرزلي، مع الاستاذ صلاح سلام رئيس تحرير صحيفه اللواء، طبعا حول كل المواضيع السياسيه المطروحه، باعتبار كل المواضيع متعلقه ببعضها البعض. لا يمكن فصل الاليه الحكوميه عن انتخابات رئيس الجمهوريه، لا يمكن الحديث عن انتخاب رئيس الجمهوريه الا بالتفاهم، لا يمكن التفاهم الا بالحوار. دوله الرئيس، انت مشجع جدا للحوار طبعا، ولكن التوازن اليوم بالساحه المسيحيه اللي حكى عنه الاستاذ صلاح، من مؤمن بالحوار طويل. حتى لو نجح الحوار، سليمان فرنجي وين؟ أمين الجميل وين؟ أول تكي ما تجيب سليمان فرنجي. سليمان فرنجي هو في قلب الحوار. قلب الحوار؟ أبدا. مين بيعبر عنه؟ لك يا عمي بيعبر عنه العماد عم. طيب أمين الجميل ليه ما بيعبر عنه؟ حليفه ب14 أذار. أمين الجميل هو شخصية سياسية مع حفظ الألقاب قيادية، أحد الأقطاب الأربعة اللي بيمثلوا الحيثية البيئة الذي ينتمي إليه. هذا الوحيد. هلأ بس يخلص هذا المشكلة معقدة هون أكثر من العلاقات مع الآخرين. بس تخلص المشكلة هون بيفوتوا بحوار مع الرئيس الجمهوري على قاعدة النقاط التي تم الاتفاق عليها. ما يراه مناسب يأخذ به، ما لا يراه مناسب يأخذ به. لأنه التفكير هذا مش تفكير انتخابي هون قبل تم تفكير، بقيين خايفين على وجوده للانتخاب. لا، التفكير مسيحي استراتيجي، حوار مسيحي استراتيجي. طيب حوار استراتيجي مسيحي بهذا المستوى ما بيشارك فيه حزب الكتائب؟ لا لا لا، صح. المعروف تاريخيا تمثيله المسيحي وين؟ شكرا على حرصك على حزب الكتائب. لا لا، استاذ صلاح، عم نحكي بالميثاق، عم نحكي بالميثاق. ما في الخلاف مش عمودي بين الكتائب والعماد عام. الخلاف الأساسي والصراع الأساسي المعروف من سنة 88 لليوم هو بين الكتائب، العماد عام والدكتور جعجع. صحيح، هو بصدد الخلاف. لذلك هلا الضجه عم بيقرروا باسم المسيحيين. لا لا لا، مش عم يقرروا شيء، عم بيحكوا كلام بكره بس يخلص المواضيع بيناتهم في قصص خاصه بيناتهم. في تصورات قصص عميقة. إذا حلت تحل على مستوى المسيحي الواسع، تنتقل لحوار مع الرئيس أمين جميل بين ميشيل عون وسليمان فرنجي وأمين جميل وسمير جعجع، هؤلاء الذين يمثلون البيئة المسيحية. عظيم. الباقيين عبارة عن نواب خايفين على مواقعهم، بالرغم من أنه مش لازم يخافوا، لأنه هؤلاء الجماعة مش عم يعملوا حلف انتخابي، لأنه لا بيحكوا انتخابي، بيحكوا استراتيجية. ولنا مستعدين نوقف ضد حوار مصيري بهالمستوى لحتى نهدد نواب استولد أو استولدوا بمعظمهم في أماكن، لأنه البيئة المسيحية. شيخ قطس حرب استولد يا أخي الرئيس، تكي شو بدي، ما تفتش بالأسباب. لا لا لا، ميشيل فرعون بالأشرفية مستولد كمان. لا إذا ما تكي هاي عم نحكي، عم نحكي بحالة محددة، عم نحكي بحالة محددة قانون اللي هي بشكل عام، اللي أعلن أنا مؤخرا قانون الستين بشكل عام 2008 معطوف على الستين، هو قانون استولد، ما في غير 17 نائب مستولدين استولدتهم البيئة المسيحية، نقطة على السطر من ال 64. هذا موضوع ما رح تغير لي أنا، هذا الإحصاءات كلها بتقول هيك. نحن اللي عم نقول هو التالي يا سيدي، بيخلصوا اتفاق بيتفقوا مع غيرهم. هلأ بدنا ننفخ روحوا يا مسيحي اختلفوا، لأنه إذا اتفقوا أو تسقط الحجة. روحوا اختلفوا، اخترعوا وهم، عملوا تناقضات لنستقر الطرف الآخر على التناقضات. طيب افترضنا بالحوار يا سيدي، يا دولة أنا أقول اوعى هاللعبة، لأنه أوضاع المنطقة خطيرة بحيث بحيث يا أستاذ صلاح اسمعني أرجوك، لأنه المواطن كنا أذان صاغي وبدنا نذكر بعضنا بعيد، بحيث أنه لا أحد يستطيع أن يضمن مصير وحدة هذا البلد كما نتمناها. إذا اللعب
بأساسيات الدستور بتكون ميثاق الله. تهددنا كثير اليوم بهدلة الرئيس. هذا مش تهديد. هذا مش تهديد. واليوم الدولة المسيحي إذا ما ظل موجود. أنا حبيبي ماني مستعد ابقى على قاعدة الاستتباع والتهميش. عظيم. أنا عم بعمل مثل ما عمل النجايفي بالعراق. ولو كنتم مش مع النجايفي. بلوا مني بتطلبوا منه. أستاذ صلاح، الدور المسيحي اليوم يحمي عمليا تهذيب لبنان. قدام اللي عم نشوفه الدور المسيحي اليوم يكفل بقاء لبنان لبنان، والا مثل ما عم بيصير اليوم بعض الدول تهجير ومكون واحد، وحتى الفتنه بتصير اسهل لانه بتصير بين طرفين، ما في خيار ضامن لهذا الاستقرار. انت اليوم عم يحكي دولة رئيس معه حق، بس امبارح عم تكتب انه في حلف تكون بده يعيد التوازن، هذا الحلف منه قبلان او منه قبلان بالاختزال اللي سميته. شو قادر يعمل الرئيس ميشيل سليمان؟ عنده 3 وزراء، بس شو بيمثل حيسي اليوم على الأرض؟ شو بيمثل؟ كيف اعتبرته تحالف مع الرئيس أمين الجميل؟ إذا حزب الكتائب بيمثل رئيس ميشيل سليمان، يعني منطقيا شو بيمثل؟ لا، رئيس ميشيل سليمان اليوم رمز وطني، ما فينا نقول أنه لا يمثل أحدا. حيسي وين؟ حيسيته مش ضروري تكون حيسي مسيحي فقط. ولا عم بينافس هو بالزعامة المسيحية، هي رمز وطني عابر للطوائف، مش الرئيس ميشيل سليمان، بدليل انه مواقفه الاخيرة كانت موقع ترحيب مختلف الاطراف الوطنية، لم تكن موضع ترحيب في البيئة المسيحية فقط. وبالتالي ما فينا نقول انه نحن اليوم ولا فلان يمثل وفلان لا يمثل. بس انت اعتبرت انه في تكوين جبهة، وبالتالي او تحالف. هذا تحالف بده ركائز. انا مقتنع معك بالجميل والكتائب موجودين، طيب. بس الطرف الثاني وين؟ الطرف الثاني للنواب الوزراء المستقلين اللي عندهم حيثيات المستقلين وزيرين. غير وزراء الرئيس ميشيل سليمان اللي هن وزير بطرس حرب، بطرس حرب الوزير ميشيل الفرعون، والثلاث وزراء للرئيس ميشيل سليمان، هولي 8 وزراء من اصل 12 الا يشكلوا حيثيه مسيحيه؟ هولي يمثلوا مسلمين، هولي يمثلوا اطراف اسلاميه، هولي معترضين على حوار جاشع عون اليوم، هولي معترضين برأيك؟ هن برأي حسب تطروحاتهم انه هن بالنتيجة عم بيدافعوا عن الآلية الحالية في مجلس الوزراء لأن تؤمن المشاركة المسيحية من جهة، وهن ضد شيء اسمه تفرد من قبل أطراف سياسية أخرى. أنا مع الدكتور جعجع يعمل رئيس جمهورية. ايه فليك تقنع حليفك. قديش عندك جنرال عون؟ جنرال عون بيسميه. لا كم صوت عندك مجلس نواب دكتور رئيس؟ انا ما عندي شيء. بس الدكتور جعجع عنده 14 أدار مش معه؟ ما بعرف. بلا معه. لا انت أدرى. عشو عم تتصدى تقول انت أدرى؟ انا بسمع انه هني بعده مرشحين. عشو عم تتصدى انت أدرى؟ انت أدرى بالنتيجة؟ انت بتعرف انه كان وسيلة تكتيكية للنكنكة بميشيل عون، وهذا امر الامر ادرك سمير جعجع وربح معركة اثبات الوجود بتمثيله لهذه الشريحة انتخابيا، وربح معركة اثبات الوجود حتى اقليميا في العلاقة مع السعودية، وعاد ليصنع حوار. هذا هو الموقف الحقيقي. عم تفتل لدولة الرئيس انه الدكتور جعجع ترك 14 أدار وصار بالرابي. ليش عم تقول بلا؟ لا بس طول بالك علينا شوي. صار بالرابي مش صار بالرابي. لا ابدا، يعني بس ابي يمارس انسجامه مع نفسه بصناعة ارادة المسيحيين بالتوافق المسيحي العظيم. استاذ صلاح، انت قلت الرئيس امين الجميل والرئيس ميشيل سليمان والوزيران المستقلان هم اقرب الى توجهات 14 أذار، يعني عمليا هن ضد جعجع وهن بمثلوا 14 أذار بصلبة، يعني عمليا في حدا البعض يقول حركهم. هل يكون الرئيس سعد الحريري اليوم قال له للوزير ميشيل فرعون تحرك ضد سمير جعجع لانه رايح يعمل حوار مع ميشيل عون؟ سؤال يسأل. لا هي ليش ميشيل فرعون موجود بكتلة ضد، او انت اعتبرت عم تعيد التوازن مع تحالف اخر او مع ثنائية عونية قوتية؟ خليني اقول لك شغله يمكن ما كثير ناس منتبهين لها. الرئيس سعد الحريري صار هون تقريبا 10 ايام قبل ذكرى 14 اول ما اجتمع به مين؟ الدكتور سمير جعجع. يمكن ثاني يوم وصوله وشافه بالرياض وتناول العشاء، وكان شافه بالرياض وكان في اتصالات مستمره. امتى اجتمع مع الرئيس امين جميل؟ اول امبارح. صحيح.
يعني اجتمع مع الرئيس أمين جميل بعد ما أعلن هذا التقرير مش قبل، وبالتالي لا يمكن أن يكون الرئيس سعد الحريري مشجع أو محرض عن مثل هذا التوجه. كيف تفسر لي وزير ميشيل فرعون الحسابات السياسية المسيحية صلب 14 أدار محسوب على كتلة المستقبل مزمون. حليف أو ما بعرف شو مكون الرئيس سعد الحريري كيف يروح ما يكون في رضا من سعد الحريري أنه يروح يعملوا جبهة أو تحالف؟ ليش ما عم تفترض أنه الحوار بين القوات والعماد ميشيل عون عم بتتم على مستوى ثنائي يمكن اطراف كثير من 14 هذا مش مطلع على تفاصيله خاصه الاطراف المسيحيه. عظيم. شو منتظر تكون رده فعله؟ بعدهم دول ترى بقول انه ما تجبرونا يكون في رده فعل مثل سنه العراق. طب ما هول كمان مسيحيين بلبنان عم بيقولوا انه في طرفين عم يتفاوضوا ليقرروا ياخذوا القرار المسيحي ونحن ما مشينا شو بنعمل؟ بدنا نتفرج عليهم؟ عظيم. دولة الرئيس ما هيك يعني، وبالتالي هي انا بقول رده فعل على محاوله تهميج قوى مسيحيه اخرى او حصر التمثيل المسيحي يعني كان المطلوب من حزب الله والرئيس بري بالحوار مع طيار المستقبل يقول له بدي المعارضة السنية، مش بالضرورة ليش هو المعارضة؟ انه بدي مش معارضة يا سيدي بدي الطرف الآخر السني يعني هذا الحوار اللي أنا بتصدى وبأيده وبعتبره ضرورة وطنية ووجوب وطني اللي اسمه حوار حزب الله مع طيار المستقبل برعاية كريمة من دولة الرئيس بري وبجهد مشكور عليه الوليد بكر وموضوع ترحيب من كل الناس. المطلوب انه يتجمعوا السنة المعارضة او الشيعة المعارضة ويقولوا نحن ضده، هذا استفراد يا دولة الرئيس. في قوتين مقارنة مش دقيقة، اليوم ما بعدنا عم نقول انه حزب الكتائب ما عنده تمثيل على الارض يا خيي. معقول حزب تاريخي مسيحي مثل كتائب يهمش بهالطريقة؟ هاي الانتخابات كيف 25% من سنة لبنان في موقع اخر. طب 25% الجماعة الاسلامية بيقوموا بيعملوا حركة ضد الاتفاق ماشي بنفس لا لا في شيء اسمه نفس التوجه. ما حدا انا حدا عم بيقول انا نصيحتي كمان ايضا من كاخ، لا يجوز للاصوات الاسلاميه ان تخرج لتشجع تناقضات مسيحيه تمهيدا وتحسبا انه اذا ركب اتفاق جعجع عون لنشوف كيف بدنا نهرب من نتائجه. بنحكي بتوحيد الساحة المسيحية ولو أنشئ كيان وهمي كميته لا تشكل حيثية حقيقية في اللعبة السياسية. يا دولة الرئيس عم تتجاهل قيادات مسيحية أساسية. ما كيف الحكي؟ أنا ما شو هولي أنا ماريونات بإيدينا القيادات الإسلامية ولو كيف الحكي هذا؟ يعني إلهم كياناتهم إلهم حضورهم إلهم تمثيلهم سهلة فيهم. لا كيف الحكي؟ لا 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 تكي ما تحولش شخصية. لا في لا مش قصة شخصية، أنت عم تفترض أن هذه القيادات أنا المسيحية ماريونات بعيد القيادات الإسلامية ما في منه هذا. ردد معي قول أنه أنا الأبقول أنه الرئيس أمين جميل هو رئيس تنطبق عليه موصوف صفة تمثيل البيئة الذي ينتمي إليه. عظيم. وين دوره بهالقصة كلها يا خي؟ ما الموضوع بينه وبين التيار الوطني الحر والقوات. قولوا بالكم موضوع كبير بعد شهر شهرين بيوصلوا من الخلاف كيف بيقضوا عشو بتقولوا وين دوره؟ هلا هني قالوا وين دوره حقه يا استاذ. خليني اقول لك نقطه بس ليلين اسمح لي. الحوار بين المعراب والرابي فقط بخلافاتهم ولا حول رئاسه الجمهوريه؟ لا لا مش حول رئاسه، حول امورك، حول الجمهوريه. حول رئاسه الجمهوريه بشكل اساسي، حول الجمهوريه اولا. لو حول رئاسه كان خلوها دغري. كيف انه لان حول الرئاسه ما عم يوصلوا لحال، ما عم يقدروا يحطوا مسوده ورد عمل، لانه الرئاسه لو جمهوريه كلنا نحن بدنا نحمي الجمهوريه بالنتيجه. يا استاذ صلاح، الورقه التي تناقش والتي تم التصديق على 90% من بنودها لحد هلا
هو بنود الجمهورية مش الرئاسي. شو هي؟ مش موضوع نقاش. مش مطلع عليك. مش مسمح لي. ولا أنا دوري إني أحكي. كرمال هيك عم تقول. كرمال موضوع شو الجمهورية؟ مش الطرف الإسلامي مش حريص على الجمهورية. والله بكرة. ليش الحزب الكتائب مش حريص على الجمهورية؟ يا خي. الحزب الشيعي الإسلامي ما حريص على الجمهورية. والله. مثلاً يعني وجهة نظر. لا قلتلوش هيك لأمين شبايل بس كان رئيس جمهورية. ما وصفتوه إنه كان حريص على الجمهورية بس كان رئيس. تحكينا قبل 40 سنة بالحرب والعوامل الدنيا كانت كلها عم تحارب لبنان هلا بدنا نحكي فيها هاي المقاييس مقاييس ما عم تقول دقيقة يدا وتبقيس النتيجة أنا بدي تقلي واحد نقطة بس اتركوا البيئة المسيحية تنتقش بحواره عسى ان تصل الى نتيجه دوله الرئيس انت اليوم بقول لا عزر. لا ام بلا لا لا في بقرا هذا المقال اللي كتبه حضرتك نعم لا هذا المقال صلاح ولو انت اخ وعزيز بدك تقول لي بصراحه انت بتقبل انا عم حرض بالبيئه المسيحيه هاي هاي هذا المقال هذا مقال غايته اطلاق نار على الحوار بين جعجع طيب وعلي. خليني انا اقول شو غايته حسب ما كتب انا بقبل يقروه كله للراي العام عم يحكي اذا ما بيطلعوا بنفس النتيجه اذا قلنا اذا قلنا اعاده توازن الساحه المسيحيه صارت لنا استاذ صلاح سلام امبارح بمقال مع اعاده التوازن الى الساحه المسيحيه الجمهور يحكم على كل حال هو عنده راي بهذا الاطار حكي عن تعزيز نهج الاعتدال الى ما هنالك بس بدي اسال استاذ صلاح هل عون اليوم هل جعجع باعتقادك ممكن انه يترك حلفائه كان ويروح يعمل حوار مع الجنرال عون يعتبر بين هلالين يعني اربك صفوف 14 اذار جعجع لما فل انشأ لاجل هيك نشأ التحالف هل خان ثوابت 14 اذار انا رايي الدكتور جعجع انا رايي الدكتور جعجع ما ترك 14 اذار لا لا بالعكس وانا رايي الرئيس سعد الحريري عندما وقف بعد ان علق الحوار بين عون بين التيار الوطني وتيار المستقبل بقصد بين العماد عون والرئيس سعد الحريري عندما علق ونسب ذلك لقول قاله سمو الأمير معالي وزير الخارجية تتعلق بمسألة ميشيل عون صرح دولة الرئيس سعد الحريري وقال قال أنا عندي حلفاء عندي حلفاء مسيحيين بهم الاتفاق يتم معه وبالتالي أنا بعتبرها على أثره أطلق تصريحه الدكتور جعجع فيما يتعلق بإمكانية اللقاء للاتفاق على رئيس تحكي قبل 6 أشهر هلا درج درج على كل حالة درجت أول ما بلش أول ما هذا فكان هذا الحوار الذي يجري أنا برأيي مظللا أيضا بموقف كريم من دولة الرئيس سعد الحريري طيب الى اي مدى سالتك سؤال وبرجع بس اسمعك الى اي مدى الرئيس سعد الحريري الكلام المنسوب للامير سعود الفيصل به اشاعه أيه. مش واقعه يعني مش انه مدعم مش ما قال معنا مش واقعه ثابته ضل نصب نصب بس ما نفى بس ما نفى مش واقعه ثابته بس ما نفى لما ما ينفي بيتاكد لا هلا ما عنده هم خطا ما عنده هم بالمملكه اللي يشوفوا قصصنا الصغير ويقولوا فيها وهذا لا على كل حال بعدين الامير سعود الفيصل يعني معروف تاريخه الدبلوماسي برصانته كل كلمه بيقولها عظيم الرئيس سعد الحريري الى اي مدى اليوم منفتح بالحوار على التيار الوطني الحر خلينا بحوار خلينا بالموضوع ننتقل طالما جبنا سيره المملكه نحن من المواطنين اللي نحن وياك نعزيهم بوفاه جلالته عبد الله بن عبد العزيز ندعو الله سبحانه وتعالى بان يوفق الملك جلالته وولي العهد الاول وولي العهد الثاني سمو الامير محمد بن نايف بأن يتوفقوا بقيادتهم للمملكة لكي تلعب الدور المأمول في إعادة صناعة الاستقرار في المنطقة ومن ضمن لبنان عظيم من هذا الموضوع كلامك يؤكد أن هناك إجماع لبناني دائم على دور المملكة في لبنان بحياته اللبنانيين بحياته كله سوا بفضل من الفترات حتى البعض حتى اللي بيصيروا في خلافات نعم. ما بحياتهم اللبنانيين إلا ما كانوا مثمنين تثمين عالي جدا دور المملكة بلبنان والحضانة المميزة إلى صحيح إلى أي مدى الرئيس سعد الحريري برأيك أستاذ صلاح أنت شفته من فترة مستعد إلى
الانفتاح بموضوع الحوار. خلينا قبل ما نحكي عن حوار مع حزب الله بعين التيني مبين انه مكملين هلا على كل حال في باول اذار, بس مع التيار الوطني الحر قد حدوده هل ممكن يصل الى اتفاق على رئاسه الجمهوريه طالما اولويه الرئيس عبد الحليم عم يقول امبارح وقبله وبالسر وبالعلن انتخاب الرئيس؟ خليني أقول شغلي أساسي بالنسبة للحوار وموقف رئيس سعد الحريري من لما امبارح كنا عم نحكي فيها ببيت الوسط, إنه لما الرئيس سعد الحريري خرج من المحكمة الدولية وقال يدنا ممدودة للحوار مع حزب الله وبدنا نعمل حكومة نحن حزب الله, لوين وصل بمدى الحوار للآخر؟ وأنتج إذا طالما وصل طرحه مع حزب الله الى للاخر الى هذا المدى, ما بيوصل مع التيار الوطني الحر الى المكان الذي يؤمن امنا واستقرارا للبلد؟ يعني ممكن يوصل الى تبني انا الرئاسي. اليوم بقول لك, اليوم بقول لك انا ماني ناطق باسم رئيس سعد الحريري ولا التيار المستقبل, ولكن انا من خلال متابعتي لمواقف رئيس سعد الحريري بقول لك اليوم الرئيس سعد الحريري بيوافق وغدا ينزل على مجلس النواب ينتخب العماد بن شلعون اذا في اجماع مسيحي على العماد بن شلعون, فليكن هناك اجماعا مسيحيا على اي مرشح والرئيس سعد الحريري معه. هذا اللي شو كلمه اجماع, إجماع مسيحي؟ تفاهم مسيحي يحظى ببركه بكركي قصدك؟ تماما بالقوى السياسيه تماما بالقوى الاساسيه بالقوات وبالتيار القاده الاربعه وكركي, يعني بيبصموا لك اذا ما فيش رئيس بلديه شي بطل. لا 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 انا عنو دوله الرئيس اذا اليوم ليش عم تخبى ورا اصبعنا سايب؟ ليه ما بيجوز يعني انت ضربت مثلا انه البيئه الشيعيه والبيئه السنيه جابوا التمثيل الاقوى مزبوط ليش؟ لانه في اجماع. لا مش بس لانه ولو لا ما فيش اجماع. كيف ما في اجماع؟ تيني في مسمار ما بدي مسمار جحا كلمة التركيز على كلمة اجماع مش اجماع كما مسيحيا تفاهما التفخير تفاهما مسيحيا خلص قبلت فيها يعني تفاهما انطلاقا من هون هل تعتقد وهون الجمهور يسأل الجمهور يسأل هل تعتقد ان الدكتور سمير جعجع سيأتي يوم ويسمي العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية؟ سؤال ما بقدر اعرف اتمنى ما في حوار اتمنى لا ما ده مش سؤال ترى العكس كمان هيدي بتركها رح نقول له العكس بتركها للست ليلى عبد اللطيف شو بدك لا بس نتائج الحوار انا بعرف انه مطلع أنا وعارف شو عم بيصير خطوه بخطوه وانت من انا اللي بعرف من انا اللي بعرف الدافعين للطباخين طباخين رئيس للطباخين يعني روق بالك هدي البيت الطبخه تزبط ما تروح شاطك بدك تاخذ بعين الاعتبار انه تقييمي للموضوع هو التالي للمواطن يسمع انه الحوار جدي جدا امكانية التوصل لنتائج تشمل كل بنود الاتفاق بما فيها الرئاسي امر وارد عظيم هذا شيء انا مشجع انا لا استطيع ان اقول انه وقع قبل ان يقع صحيح ما تقول فول حتى يصير ليش بدي انا ليش بدي هلا الذي يتخلف من الزعيمين عن لاسباب غير مبرره عن الذهاب بالاتفاق طب انا اطالب البيئه المسيحيه ان تلفظوا من كرفه ان تعتبروا شخص يشكل عبء ومهمته تدمير الدور المسيحي بلبنان بسم الله شو أقول لك أبدا أنا يسمعوا الذي يتخلف عن الذهاب بمنطق حتى لو كان العماد نشلعون حتى لو كان العماد نشلعون يمكن اليوم دولة الرئيس عم ينطلق من واقع انه المسيحيين اليوم وغيرهم الانسانية بشكل عام يمستهدفوا هي عم نشوف شو صار بالحسكة الاشوريين يقتلعوا هيدا مش برسم هيدا برسم المسيحيين يا دولة الرئيس اولا واخيرا ما بنرجع عيد كلامنا مسيحية العراق ويلحقوا المسيحية ما له مصلحة وبكره الاستاذ صلاح ولا انا وكمان بلبنان ما لنا مصلحة عن طريق الغاء دوره كمان يروحوا يهجروا ما لنا مصلحة لانه اليوم عدم وجود المسيحي والتثبت في بطل في قيمه بطل في قيمه لمنطقتنا شو بيصير شو بدنا فيهم ما حدا وهذا استاذ صلاح عبر عنها المكونات السياسيه بلبنان عبرت عنها شايفه مترناين عم تشوف مين عم يموت من كبار امراء الكنيسه في الشرق ان كان المطران يوحنا ابراهيم او المطران الياسي نعم انا بستحلي اثناء متابعتي للخطب في حرام سمحت المفتي يعني بآخر كلمة المفتي دريان عبد اللطيف آخر كلمة اللي كان كلمة مميزة أنا لا بحكي الحقيقة صحيح. أعترف أنه تكرم وذكر وطالب
أنا بتمنى الزعامات السياسية بس تقوم تخطب تضل مركزة بشكل مستمر للمطالبة بهذا. شو هذا خطفهم لهو اثنين وحدا بيجيب سيرتهم؟ حداش بيجيب لا شو هاي هولي بدهم يقوى على رمزية هذا الوجود. ليش كان في اهتمام براهبات معلولة وما في اهتمام بالمطرنين؟ في اهتمام بعتقد بس يمكن ظروف شوي مغيرة اختصاصي أكثر بسوريا. لا 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 ما نحن عم نتابع عم نتابع بهذا الإطار. على كل حال مش هذا موضوعنا. نتمنى أنه المتابعة بس أنا بعرف من كلامك ومن كلام الجميع أنه الحفاظ على الدور المسيحي هو أساسي ثابتة أساسية هذه للجميع. وأنت بتعرف يا دولة الرئيس أنه اليوم في مكونات أساسية متمسك بالدور المسيحي اكثر ما في بعض المسيحيين متمسكين بالدور المسيحي. قول إن شاء الله. مش هيك ولا لا؟ انت استاذ صلاح هيك عم بيقول مش بس انا. لا لا صلاح انا بعرف انه اكيد نحن حياتنا بدون الميثاق الوطني بدون نعم. هذه الصيغه المشتركه لبنان بصفي دائما بنقول نحن محافظه تابعه لسوريا. هذا النائب خالد الظاهر كان وكذا رئيس سعد الحريري حطه على جنب مش هيك ولا لا؟ هيدا مؤشر واضح على بكل المقاييس. لا مش مقياس. بقى كيف مش مقياس؟ مش كلام خالد الظاهر مش مقياس. لا فكرت الاشاره يعني. على كل حال بدي ارجع لموضوع ما بعرف عندي فاصل اعلاني بعد خليني اخذه لهالفاصل احكي ما حكينا عن الاليه الحكوميه. هلا اذا ما صار في انتخاب رئيس من هون لشهر شهرين بتجمد البلد هيدا التفصيل أمور أخرى بالجزء الأخير من الحلقة. الحوادث لا ترتبط بزمن. بيل ماتر إنشورنس الأوائل في ضمانة الأضرار الجسدية جراء حوادث السير. متضرر أو متسبب انسى نسبة المسؤولية واعتمد علينا. بيل ماتر إنشورنس معك على الطريق. نضمن لك المعالجة وندفع عنك بجميع المستشفيات على جميع الأراضي اللبنانية. بيل ماتر إنشورنس من ITN. عيش الصحة والأمان. 03-546-444-70-546-444. مساء الخير مشاهدينا. الأهل لازم يركزوا على الخضرة على الأكل الصحي على أكل البيت ويعودوا عليه الطفل. الطفل شو بتعودوا بيكبر عليه؟ عم بضطر كنت ضلني أخذ دم وبلاكيت. هلا الحمد لله وقفنا. أوكي. بس بعدني بالعلاج. بال 2004 صار العكس. صار 75-80% بيشفوا كومبليتلي و20% للأسف لا يتجاوبوا أو بيعاود معهم. فكتير مهم ما نستلشئ أو ما نخفف من أهمية الطب التجميلي. لبلوغ شيخوخة سليمة لازم نبلش من جوا لبرا مش من برا لجوا. هؤلاء الأشخاص اللي بكثير من الأحيان بيحسوا حالهم ربما فئة معزولة فئة مهمشة. كل خميس 8 المساء أنتوا على موعد مع معلومات صحية من أهل الاختصاص مع دكتور نو على شاشة الان بي ان. هذا البرنامج برعاية بنتا الرائد في صناعة الأدوية في لبنان والحائز على أهم الشهادات العالمية. التطرف يتمدد والمواجهة تشتد، المخاطر تزداد ومنسوب القلق يرتفع. تحولات في كل الاتجاهات دون اتضاح لا في المسار ولا في المصير. وحده المشهد العربي بات واحدا. من يحدد قواعد اللعبة؟ من يرسم حدود الكيانات والتحالفات والخصومات والمواجهات؟ المشهد العربي يستحضر الثوابت والمستجدات ويبحث عن الخلفيات. مشاهدينا أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. طبعا تحدثنا عن المواضيع الاستراتيجية الأبعد في لبنان عن الأساسيات، ولكن هذا لا يعني أن هناك تفاصيل. الآلية الحكومية هل تبقى محط اختلاف؟ الرئيس تمام سلام كان واضحا اليوم يا دولة الرئيس. قال الرئيس تمام سلام أنه بالمادة 65 من الدستور والوفاق، بس هذا ما بيعني أنه إجماع، انه منتفق بس مش كل واحد عامل ملك بده يعطي المجلس وزراء. هل نحن امام تعطيل مستمر لمجلس وزراء او تجميد او تضامن مع انه ما في انتخاب؟ بدك اياه من شهرين ثلاثة ما كان في تضامن، هلا صار في تضامن. اول شيء بس تقول لي الرئيس تمام سلام بتكون عم تطلبني على نقطة ضعف شخصية بتحبه بعرف.
بتخليني هو إنسان وطني تربكني عاطفيا في الكلام كلهم بتسلم هيك. لذلك ما بدي أحكي كلام بين كأنه أب ناقد. نعم. ولكن أنا بدي ألفت النظر لنقطة بسيطة ومتواضعة. نعم. ثقافة التوافق في مجلس الوزراء ليه؟ لأنه فلسفة المشترع بنت على قاعدة أنه في مكونات في هذه في مجلس الوزراء جنة للمصاقين ولا للثقافة الميثاقية. لذلك كلام التوافق والاتفاق هو مش كلام تكتيكي بالدستور أبك، هو صحيح. كلام استراتيجي صحيح. بمعنى حتى بالأيام العادية عندما يتحدث عن الاتفاق بأي قانون أو بأي قضية مطروحة مش بيحكيها أنه نطرح إذا ما اتفقوا هاي التكتيكية ندغري بنروح على التصويت. أن يعمل من أجل الاتفاق عمل جدي دؤوب حتى ولو كان متعب، لدرجة أنه إذا انقطع الأمل من مسألة توافق ساعتها بنروح على التصويت فتطبق مسألة التلتين في المسائل التي لها علاقة قد ذكرها الدستور حصرا، وفي المسائل اللي لها علاقة بقرارات العادية بتطبق نص زائد واحد، وفي قضايا تعديل الدستور الثلاث ارباع. مين مش قبلان؟ نعم مين مش قبلان اليوم؟ هلا لاقول لك شيء من قبلان. رأيي الشخصي انه ما بدي اخذ اعطيها طابع اني ابرد على الرئيس تمام سالم، لا، لانه انا اذا رئيس وزاره محله بدي اشعر بالمعاناه ايضا، وبدي افكر كيف بدي اطلع من المعاناه. نعم. بدي اضغط بتوجه معين، ولكن انت مناش ننسى كمان بالوقت نفسه مثل ما قلت لك سابقا انه انت ما في رئيس جمهوريه، وبالتالي هذا المجلس الوزراء تحول لكي يلعب دور وكيل رئيس الجمهوريه او أن يتلبس شخص رئيس الجمهورية فيمارس الصلاحيات تبعه باستثناء تلك التي هي لصيقة بشخصه. هي فلسفة الدستور. بدي أسألك سؤال. نعم. هل وجدت حدا أكثر من رئيس تمام سلام حاول كل هالفترة حتى ما يبين لا هو ولا مجلس وزراء أنه في كل جلسات مجلس وزراء كان عم يبلش أنه وجب انتخاب رئيس الجمهورية، يا شباب أنا انتخاب رئيس. اليوم يقول تحديدا الرئيس سلام لحتى أكون دقيق، الجهود التي بذلت في الفترة لو أن الجهود التي بذلت في الفترة الماضية لتعطيل عمل الحكومة بذلت من أجل انتخاب رئيس لكنا اليوم نعيش في ظروف سياسية أفضل، دع القوى السياسية إلى أن تذهب الانتخاب لتريحنا من هذا الوضع الشاذ. هلا أنه روحوا خلينا نعتبرها تحفيز. خلينا أنا لحد هلأ شايف موقف الرئيس تمام سلام تحفيز للأطراف المعنية لكي تثمر اتصالاته ونضاله وصراعاته واتفاقاته لكي تثمر رئيسا للجمهور. سيد صلاح سلام، اليوم ما قاله الرئيس تمام سلام أمام الصحفي مجلس نقابة الصحفي يقول أنه أي حوار طبعا هو يؤدي ما بدي هذه النقطة، النقطة الأساسية يقول فيها إضافة إلى موضوع الآلية يقول أنه ما رح يعمل أي جلسة غير منتجة، واليوم التعطيل قائم وعدم الانتاج. يعني نحن قدام أزمة حكومية مفتوحة. يقول إذا كان التعطيل والعرقلة والمشاكسة هي سيدة موقف فما الجدوى من عقد جلسات غير منتجة؟ لمست على المدى الأشهر السبعة الماضية أن الأجواء داخل الحكومة لا تساعد على الانتاج. خلينا قدام أزمة مفتوحة. لا خلينا نقول نحن ليش تمدت الآلية الحالية في مجلس الوزراء؟ نعم. ليش وافق عليها الرئيس تمام سلام من منذ البداية من أول الطريق؟ كنت تفكيره وتوجهه وأمنيته أنه هذا الشغور الرئيسي لا يستمر أكثر من بضعة أسابيع، وعلى أثرها بصير في انتخاب رئيس جمهورية وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. للأسف واستمرينا، للأسف دخلنا الشهر الثامن، يمكن حندخل شهر الثامن بعد ما مبين شيء، وبالتالي الأمور عم تزيد تعقيدا. في هذه الأثناء مجلس الوزراء عم بحط إيده على ملفات مهمة وأساسية ولها طابع بعض المشاريع حتى ما نقول صفقات، عم بيصير تحولت القصة الخلافات السياسية إلى تنافس وتناتج على هذه المشاريع وعلى هذه الصفقات. حاول كتير رئيس الحكومة
أن يمتص هذه الخلافات السياسية منذ بدايات الطريق، بس لن يكون يوفق دائما. بكتير محلات توفق وأنقذ جلسات مجلس وزراء وأنقذ قرارات. مين اللي ما بده آلية جديدة لتنقذ القرارات؟ الآلية عم يطرح الآلية مش لانتقاص من دور أي طرف أو مكون اللي كان عم يحكي عنه دولة الرئيس طائفي أو سياسة أو هذا، عم يطرح هذه الآلية لمحاولة إنقاذ وتفعيل عمل الحكومي، لأنه ما مبين بالمدى المنظور، ويمكن هذا بوافقنا عليه دولة الرئيس، أنه ما مبين بالمدى المنظور في انتخابات وشيكي. يعني أنت مع آلية لرئيس الجمهورية، أنت برأيك مع آلية جديدة، آلية عمل حكومية تمشي الحكومة، مع آلية، ونحن إما أن تعدل هذه الآلية أو يكون هناك تعهد من الأطراف السياسية بتسهيل عمل الحكومي وتحييد خلافاتهم. عظيم. عن أنت النقاشات مجلسة. استاذ صلاح، انت خلص. اشادت اذا بتسمح لي دولة الرئيس قصت انه هي لك الالية، ما في الية بديلة الا الية واحدة محتملة. هلا ابنظر، ما عم بحكي من وحي الواقع ولا هي انا البدية، بس ابنظر من وحي الدستور. مجلس الوزراء اليوم شو بيعمل؟ في مجلس وزراء وفي انتحال صفة دستوري، مش انتحال صفة غير شرعي، انتحال صفة صلاحية دستوري، صلاحيات لجمهورية. بده يروح مجلس الوزراء في القرارات التي تحال او في المشاريع الاول، بده يروح ياخذ القرارات بالتوافق حكما كمجلس وزراء، لانه هيك النص بيقول. صح. في حال بعد جهد تعذر بيروحوا على التصويت. هون شو بيصير؟ شو الدولة بيلعبوا رئيس الجمهورية؟ اما ان يرد القانون، او اذا ما رد القانون وما وقعه بيطلع بعد شهر 40 يوم حكما 40 يوم بالجريدة الرسمية. يعني وجود الحكومة اصعب، اي اختلاف وجود الحكومة وبدأ يجي ترجع تتلبس شخص رئيس الجمهورية لتلعب هذا الدور، اذا صار في خلاف يعتبر انه لم يوقع القانون ويتم الوافقة على 40 يوم بينشر بالجريدة الرسمية. بس يبقى فلسفة التوافق والاساس، لذلك استطرد الاستاذ صلاح. بعتقد هيك بيكون رأي الاستاذ تمام. بالنهاية دولة الرئيس سعد الحريري اكيد حريص على الموضوع، انه يا خيي بده يصير في تعهد من القوى السياسية، انه العرقلة لأسباب تافهة سخيفة خصوص انتخابية لمصالح انتخابية او شخصية تمام، ما بتجوز. انا ضد الشيء. طيب عظيم، انت اشادت بالمقال بهذا التحالف اللي سميته، هذا التحالف نفسه مسؤول يا استاذ صلاح عن تجميد عمل الحكومة؟ هذا التحالف نفسه اليوم من 7 او 8 هو عم بيقول نحن كتلة تلت معطل تقريبا، هذا التحالف ما عم يقبل يحرك وما عارفين شو بده ما عارفين. لا، بده هذا التحالف تحرك مثل ما قلنا، تحالف سليمان شميل. ايه قلنا إيه هذا التحالف تحرك تحت شعار الحفاظ على المشاركة المسيحية. هلا الإشكالية وين صايرة؟ انه تحت شعار المشاركة المسيحية في القرار في غياب رئيس الشغور الرئاسي، انه يجب ان نحافظ على هذه الآلية ويجب ان نحافظ على اداء 14 وزير بمستوى رئيس جمهورية، وطبعا هذا مناقض للدستور. هذا اصلا مثل ما كان عم بقول دكتور الرئيس، صلاحيات رئيس جمهورية اصلا لا تتيح له حق، ما تعطي حق الفيتو على اي مرسوم او اي قرار، ما هيك دولة الرئيس؟ وبالتالي هلا ايه الوزير صار عنده حق الفيتو بطريقه يعني غير دستوريه، خلينا نسميها ملك، ما هيك يعني مش بس يعني عم تعطيك 24 وزير كل واحد حق الفيتو يعني، وبالتالي ما ممكن يعني تستقيم الامور بهذا الشكل. هلا الى اي حد فينا نقول انه المشاركة المسيحية في ظل غياب رئيس الجمهورية مؤمنة ومستمرة مع ضمان تفعيل عمل الحكومي؟ كمان هيدي معادلة كتير مهمة وكتير أساسية، هاي ضرورية تتوفر، وهذا ما يجري البحث حوله. أنا مع الجمع بين معادلة تأمين الحقوق واحترام مسألة غياب الرئيس ودور المشاركة الحقيقية بالوقت نفسه عدم تعطيل عمل مجلس النواب، كما وأنه يجب أن لا ننسى أنه يجب عدم تعطيل عمل مجلس النواب 100%. هل بدي أسأل؟ لأنه هود استاذنا الكريم، صحيح. المطلوب إعادة إنتاج عمل المؤسسات، الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على المؤسسات طبعا. أنا بشتغل لمشي عمل الحكومة، طب ما السلطة الأم
هو مجلس النواب. صحيح. كيف بيجوز مشي هون كمان ما مشي هون؟ ومجلس النواب هي لكل اللبنانيين ومجلس الوزراء هو لكل اللبنانيين. صحيح. وبالتالي يجب أن يتم تفعيل عمل المؤسسة. وهنا الحفاظ على الجمهورية. طبعا هنا طبعًا. يبدأ البحث بالحفاظ على الجمهورية. طبعًا. طبعًا. تفعيل عمل الحكومة ومجلس الوزراء والعودة بنشاط السلطة التشريعية في مجلس الوزراء. إجي أعمل تمديد ويعمل معركة دولة الرئيس بري استمات فيها حتى مع أقرب الحلفاء استمات فيها. صحيح. وعمل معركة وسببت زعل لكي يسقط منطق المقاطعة على المؤسسة الأم وينزل على مجلس النواب يحضر النواب لا يمددوا لحالهم بعدين ما بعد يبينه عفى الله عما مضى. إيه صحيح 100%. نعم قبل ما نختم دكتور رئيس هناك من يقول أنه لا حل في لبنان إلا بانتظار الحلول الإقليمية، يعني إذا ما في حل بسوريا اليوم وصلنا صرنا باليمن بعد شوي حل العراق تمدد التحالفات المفاوضات الإيرانية الغربية إذا ما في حل بين الإيراني والسعودي ما في حل بلبنان يعني العالم الخارجي هو الأساس ليه عم تتعذب ليه عم بتقول رئاسة الجمهورية والحوار والإنتاج والتحالف مرهون. خليني أقول لك وجهة نظري بالنسبة للنقطة وأبولا قدام الأستاذنا الكريم. كل المؤشرات بتدلل انه لبنان بإرادة هذا الواقع الإقليمي وبالإرادة الدولية في رغبة ان يؤمن له إمكانية تأمين الحد الأدنى من الاستقرار في ظل تغير المعطيات. صحيح. والأولويات لحتى يقدر يصمد امام هالهجمة عليه والمتغيرات. وانا لا استطيع ان اتصور الا الحوار الدائر ببيت دولة الرئيس نبيه بري بعين التيني بين طيار المستقبل والحزب الله إلا نتيجة للسيباسي وموافقة إقليمية قوام المملكة العربية. تشجيع مش بس تشجيع في تشجيع تشجيع خلينا نستعمل كلمة تشجيع لنحترم شخصياتنا ورموزنا سواء كان سعد الحريري مع حفظ الأوقاف دولة الرئيس أو حزب الله تشجيع الأطراف. صحيح. المعنية للحوار. صحيح. صح؟ طيب وأنا أقول انه الحوار اللي جاري بين المسيح المسيح الدائم كمان في تشجيع هو ايضا في تشجيع. صحيح. وانا اكيد من ذلك. صحيح. واصر انه في تشجيع من المملكة العربية السعودية ومن القوى الاخرى بالمنطقة. صحيح. وامبارح سمعت السيد حسن نصر الله بخطابه وصار مرددها عدة مرات انه شو بدنا ننتظر التطورات الاقليمية حطوا براس كنت ما في حلول على مستوى التطورات الاقليمية يعني تحسين الساحة الداخلية خلينا نروح على الساحة الداخلية في فرصة عند اللبنانيين يقدروا يروحوا باتجاه التوافق. وأنا برأيي يجب استثمارها استثمار كامل على مختلف التبلويات المطروحة بالبلد. وهذا أقول أنا مش بس تحليل أنا أم بربط التحليل مع بعض المعلومات المتواضعة جدا عندي التي تقول هذا هو المناخ المتوفر للبنانيين. إذا اللبنانيين بدهم يستثمروا تكون على نفسها قد جلت براقش. نعم شو عظيم أستاذ صلاح. طبعا قبل ما أسألك سؤال أخير بهذا الموضوع رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن يقول وهو اللي زار دكتور سمير جعجع اليوم لساعتين هناك حلحلة جدية بالنسبة للقاء مع العماد عون قريبا والاتفاق على إنقاذ رئاسة الجمهورية الأسابيع القادمة مفصلية يعني بيتفق مع كلامك هون. مش كلامي أنا قلت من جمعتين لكل الإعلام وأثناء أدلاء ببعض التصريح أو أثناء مقابلات تلفزيونية قلت أنا شايف في الأشهر القادمة القليلة أنا بستعمل تعبير أسابيع أشهر أنا ضد الكلام بالتوقيت. نعم. لأنه أنا لا أملك التوقيت ولا نعم. أنا أقول أنني أرى رئيسا الجمهورية رئيسا رئيس يعني قبل أيار يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في مؤشرات إنني أرى أنا شخصيا أنا شخصيا هلا ما تقلي قبل 25 أو لا أنا ما رح أسألك ساعة 7:45 أنا شخصيا متفائل لجهة التوصل لهذه النتيجة. يمكن كرمال هيك عودة الرئيس سعد الحريري كانت بهذا الشو واللقاءات والحوارات بكل اتجاه يمكن في أجواء ما تحالفات بالمنطقة عم ترسم أو تحيد لبنان كمان هيدا ما في شك في رغبة جدية إرادة جدية إقليمية دولية بتحييد لبنان عن هذه العاصفة الهوجاء في المنطقة. ولكن بالنسبة لقصة الانتخاب رئيس جمهورية يعني اليوم إذا بدنا ننطر حل بسوريا والحل بالعراق والحل باليمن
طويلة. ليبيا طويلة يا شباب. إذا الرئيس أوباما عم بيقول حربنا مع داعش بدأ 3 سنوات، نحن قادرين نبقى 3 سنوات بدون رئيس جمهورية في هذا الوضع الشاذ، وهذه الدولة الوحيدة بالعالم، نحن الدولة الوحيدة بالعالم معنا رئيس جمهورية، وضع مش طبيعي. إذا في فرصة مثل ما عمل دولة الرئيس أمام القيادات السياسية، أنا بعتبر هذه تحدي، هذه الفرصة تحدي لهذه القيادات السياسية أن تستطيع أن تصل إلى صيغة توافقية لإنتاج رئيس جمهورية إن شاء الله قريبا، مش بمعزل عن المؤثرات الخارجية، ما في حتى ما نضحك عن حالنا، ولكن بالأخذ بعين الاعتبار بعض المؤثرات الخارجية أنا ما بعتقد حتى نقدر. أستاذ صلاح، أنا خبرتي المتعد، أنا ما بعتقد إذا القوى المحلية اتفقت على شيء مؤثرات خارجية ستحول دون ذلك. صحيح. أولا لأنه الشخصيات المعنية بالحوار الداخلي كمان شخصيات منا هينة. صحيح. خلينا نعتبر موضع في خطر، هي موضع خطر إرهاب كبير. خطر على البلد كبير. طيب يا سيدي، المملكة العربية السعودية اللي انت بتعرف فيها اكتر مني، انا ما بعرف. طيب بارح ولي العهد الثاني سمو الامير محمد بن نيش الم يكن من الذين تعرضوا لعملية استهدار شخصية بديوانه؟ غريب جدا، لولا العناية الإلهية تعرض له. أنا بيخبروني عنه إنه شخص أبضاي وسكرته وكان عم ينصحهم وجيد وفهيمه إلى آخره. طب هذا تعرض، ما كان راح يتعرض. بدوء المغرية ما بيعرفش، ما بدوء المغرية ما بيعرف الحكاية. لذلك يجب أن نقول إنه المنطقة تعيش مخاطر جدية. صحيح. وواجب اللبنانيين الاتفاق، الذهاب باتجاه الحوار والاتفاق. أنا هذا واجب مقدس. صحيح. أشكرك دولة الرئيس إلي الفرزلي على هذه المشاركة، دائما تغني الحلقات والمناقشات، لأنك عارف شو في فوق الطاولة وتحت الطاولة، من الطباخين مثل الطباخين مثل سماك الطباخين الرئيسيين، دائما بيكون في ناس، في ناس بالواجهة وناس بتطبخ من وراء بالخلف. أنا بيت سلام عندي طعام. سيد صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء الأمريكية، ضيف عزيز على كل حال. الله يخليك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام الحلقة، إلى اللقاء الأسبوع المقبل بأمان الله.